طب احمد، هل بتتواصلوا مع الاطفال في دور الرعايه بعد انتهاء الورش؟ هو ده اللي حصل فعلا. يعني الورشه دي هي كانت في دار معين، بقينا لا بعد يعني بعدها باسبوع بعدها باسبوعين بنروح نبدا نتكلم معاهم تاني، نشوف رد افعالهم كانت ايه. بنتكلم مع الاخصائيين لان طبعا هم بيرجعوا بدورهم للاخصائي اللي موجود عنده في الدار او الام المشرفه عليه موجوده في الدار بيبدا يتكلم، فبدانا ناخد فيدباك برضو منهم. وهم يعني لغايه النهارده بيطلبوا ان احنا نعمل لهم ورش تانية، فدي كانت حاجه مشجعانا برضو اكتر. يعني هم طلبوا مني شخصيا اخر مره، لا احنا عايزين ناخد ورشه تانية، عايزين نتكلم في مواضيع تانية اكتر، وده اللي احنا بنجهز له يعني ان شاء الله.